جولتنا راح تكون بفاس اليوم. الجولة راح تكون مليانة بأشياء إيجابية وبعض الأشياء السلبية. تابع معي الفيديو للآخر حتى تعرف بالضبط شو صار معي، وكمان حتى تشوف مجموعة من الصور. فلسطيني تقول لي مروكان مرحبا مرحبا بك يا خي. اهلا بك، مرحبا بلادك الثانيه المغرب. الله يحييك. طبعا مش لازم ننسى طيبه وكرم وضيافه اهل المغرب، الاشي اللي بيخليك دائما تفكر انك ترجع كمان مره. تتمشى بشوارعها وتحس بجمالها، هذا اشي مش عادي واشي مش طبيعي. جمالها يخليك تضيع تفاصيلها وبكل زاوية من زواياها. مدرسة العطارين، واحدة من اهم المدارس الموجودة بفاس، موجودة قريبة جدا من مسجد القرويين. تأسست هذه المدرسة سنة 1323. سبب تسميتها مدرسة العطارين سبب بسيط جدا، لأنها موجودة بسوق العطارين. السلام عليكم. تطلع اصور؟ تطلع اصور؟ من انت؟ فلسطين. فلسطين يا مرحبا. يا مرحبا اهل فلسطين. مرحبا فيك. مرحبا مرحبا اهل فلسطين. طب تصور لي او تشيري حاجه من هنا ولا لا؟ بالوقت الحالي لا. ايش حاجه؟ بلاش الموهبه مش عشان التصوير. لو كان تخلص قد ايه؟ نقول قد ايش؟ مش بزا مش كيف كثير قوي. 20 درهم. وإذا بدي أنزل لتحت؟ لتحت غالية شوية. ديش يعني شوية؟ معدل هيت لتحت، ما هي بتحد لتحت غير العملة. ممكن أصور ما يعملونيش مشكلة؟ تصور فيلم ولا غير تصوير؟ صور 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 صور. أسف عربي جمعة الجروب؟ لا واحدة؟ لحالي. أيوة روح خلص وقتك، خلود وقتك. اوكي. Take your time. وبعدين؟ بعدين لا شيء. خلود وقتك. بارك الله فيك. قل لي شو الإمكانية إنه أنزل لتحت؟ شو مش أحسن؟ خلص والله قلب الباب. شوي شوي علي إيش؟ لا بغيت تكون خلص. من الأشياء المزعجة بشكل عام للسائح اللي بيسافر لأي بلد ومش مهم لأنه بلد، إنه يحس حاله إنه هو مستغل.
تحت هذا قريب. قريب ولا تحطه على الأسرية؟ على الأسرية. لا تحت هو. من هون وبهاي اللحظات رح نبلش بالمفاجأة. أعطيهم 200 سهل للعمال هنا. لما قلت لهم 100 درهم ما حبوش تيجي لي هنا. طلب صاحب سوى له فلسطيني عربي. كم؟ طب كم يعني هسه هيك صار؟ فلسطيني عربي مش برا مش أجنبي ولا 500 درهم. 500 درهم؟ لا خلاص لا بديش صور. لا شكرا شكرا. ايش حالات؟ لا خلاص اسف. هذا انا عشان عربي وعشان فلسطيني ومش اجنبي كنت لازم ادفع 500 درهم عشان اقدر افوت اصور. لو كنت اجنبي قديش كان لازم ادفع؟ لا خلاص انا بديش اصور اسف. لا اسف بديش اصور. والله فاهم عليك اما من 100 ل 300 مره واحده مره مش مضبوطه. الناس كل واحد كيشوف الكاميرا واحد ما 300 بقدر ادفع 300 205 200 بقدر ادفع. وش هيك بعد ما توصلنا لاتفاق اتفقنا على مبلغ معين انا هيك قدرت ابدأ ابلش اصور. جولي كانت كتير حلوة كتير ممتعة كتير فيها أشياء إيجابية. المشكلة كانت والإشي السلبي البسيط هذا اللي صار والإشي اللي هو عن جد كتير مزعج وبضايق. أنا حسب رأيي الإشي الوحيد هذا ممكن يضر بس بالسياحة الموجودة بالمغرب. حسب رأيي لازم الإشي يكون منظم يكون في ترتيب لهذا الإشي ومش غلط انه يكون في رسوم دخول او انه يكون في تسعيره موحده لكل الفعاليات هاي الموجوده هنا. بهمني انا اسمع رايكم اسمع تعليقكم على الموضوع.